راح نسحب طبعا من الاوراق. خلينا بوريك والمشاهدين هذه الاوراق اللي انا ما راح اغش والله اني ما ادري وش الاسئله اللي فيها بشكل عشوائي، وراح يكون في كل ورقه او كل كرت سؤال. فيها سؤال راح تسحبين وتقرين السؤال بصوت عالي وتجاوبين على هذا السؤال. أوكي. جاهزه؟ ما تهدديني. لا 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 ما نهد. لا 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 اصلا انا دائما تجي لي الاسئله الشينه. واحد اثنين ثلاثه تفضلي. بسم الله. لو استطعت أن تتبادل حياتك مع أحد المشاهير فمن سيكون؟ جيلو. الله، ممكن يكون نفس جوابي. صح أنا جيلو رهيبة. حلوة أنا أحبها. صح علي. يلا الحين دورك. طب ليش؟ إيش معنى؟ أحبها أحب تمثيلها، أحب كل شيء فيها والله. بس ما تحسين بينك وبينها في قاسم مشترك؟ شنو؟ إن هي تحب هذا التمثيل وتحب إن هي طبيعية مرة. أي إنسانة طبيعية مرة. صح صح ولا صح. لا؟ شفتي إني ونفس مواليدي بعد هي. صدق؟ ما شاء الله. يلا دورك أنت الحين تخليني أسحب. ما غشيتي والله إني ما غشيت يا جماعة والله ما أدري. أسحبي. مو بس أدري. أسحبي. إيه يا رب. اقري بصوت عالي مسموع. ترسل له رسالة تتصل عليه تواجهه مين؟ طيب مين اللي ترسلين له؟ مين اللي ترسلين له رسالة وتواجهينه الشخص هذا؟ أواجهه؟ إيه منو تواجهينه؟ عاد شنو اللي بتواجهينه فيه؟ أنا الله أعلم والله ما أدري. أنا أقصد أنا فريق الإعداد مستقصدني. أنا على حظك طبعاً. إلا والله على حظك. منو هالشخص؟ يلا يلا يلا. رسالة ولا اتصال ولا هذه ولا هذه؟ أختي ما أحبنا. ما تبين. أنا ما أواجه إلا الناس اللي تهمني الصراحة. ايه؟ يعني إذا مثلاً أختي أخوي صديقتي مرة قريبة عرفتي ما بيأخسرها أواجهها. حلو. مثلاً زعلتني في كلمة شيء ما جاز لي حاجة أبغى، بس الناس بشكل عام ما أواجه أنا أطنش. يعني مثلاً وصلت كلام إن فلانة وأنت تعزينها فلانة وايد تحبينها. إيه. إن فلانة متكلمة فيك تواجهينها ترسليها رسالة تعتبين عليها. أي بواجهها بس مو برسالة. ها. بواجهها قدام الناس اللي قالوا لي. عفي عليك. حنا قاعدين نسوي ممكن عزيمة عشاء فلانة. صح فلانة قالت لي إن أنت قلتي كذا عادي. عشان أنا أحب الصراحة. أنا ما أحب إنه فلانة قالت لي تنكر. بشوف لأنه سبحان الله ما ردة فعل الشخص تبين. صحيح. ناظرين في عينها تحطين عينك في عينها تسألينها. يبين إذا كذابة ولا صادقة. يبين خصوصاً إذا في. شنو برجك؟ وش تتوقعين؟ ما أدري، حسيتك قريب من برجي. ما أدري. نتكلم عن هذه المواضيع بعدين. أنا ما أحب أفصح عن برجي بعدين الناس تستغل. تستغل الناس ترى. خلاص بيني وبينك. بيني وبينك. بيني وبينك. دورك يا مي. يلا بسم الله. ليه الكتابة كذا صغيرة يا أخي؟ شنو فيه؟ لو الدنيا بكفة مين الكفة الثانية؟ الله الله، ما هذه الشاعرية يا عداد. وش ذا؟ مين؟ عيال بناتي الله يحفظهم وأحفادي كلهم كفة كلهم. والدنيا بكفة يمكن تنزل عن أي شيء عشانهم. أكيد عمري لهم. الله يحفظهم ويخليهم لك يا رب. يلا الحين أنت تخليني أسحب. دوري. خفوا علينا بالأسئلة يا إعداد تكفوا. يعني خايفة أنت اللي خايفة. أنا اللي خايفة. وش السؤال؟ لو انقطع الإنترنت من العالم إيش أكثر شيء راح تفتقدينه؟ أكيد تليفوني. طبيعي إنه تليفوني يعني. بس الصدق أنا أحب أقرأ ترى. أوكي يعني صح إني أحب أشتري كتب وكذا، بس أحب أقرأ حتى على الإنترنت. أي شيء يجي في بالي، أي شيء مثلاً أشوف مسلسل أخبار أو شيء. أخبار أي شيء مثلاً اليوم. يعني الحين اللي راح تفقدينه شنو؟ أفتقد القراءة. أنا أحس أني أستخدم الإنترنت في القراءة أكثر من المحتوى ولا أتابع السوشيال ميديا. عافية عليك. فأحس أنه هذا الشيء اللي راح أو تأكيد المعلومة. يعني مثلا اليوم شفت لك لقاء أو شفت لك مسلسل قلتي فيه شيء بتأكد المعلومة اللي أنت قلتيها روح أبحث عنها. حلو. هذا شخصيتي. أحس أن هذه الأشياء حلو. اللي راح أفتقدها. حلو 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 حلو. والموفيز صح؟ احنا الحين كل منصات يعني ما عاد في ما عاد في أشرطة فيديو بس أو التليفون أطالع فيه. صح صح. الأفلام. بسم الله. يلا انزين. الطبق الأساسي اللي لازم يكون موجود على السفرة طول شهر رمضان الشوربة. الشوربة مو سمبوسة. والتمرية. أنا بالنسبة لي الشوربة والتمرية. أي. التمرية احنا طبعا التمرية احنا نسويها
مع الطحينه مع الزبده وكذي ورشه هيل وكذي الله عليك ايه. جوعتيني عاد نسيت افطر اليوم ما ماكله تمره وطبق التشريبه هذا هذول الثلاث اطباق وش التشريبه معي تشريبه هو خبز رقاق ايه ان نحط عليه المروق اللي هو نسوي مثلا مرقه لحم مرقه دجاج سلام. ونحط الخبز نقطع الخبز الرقاق ونشبعه بالمرق يا سلام احنا نسميه تشريبه انتم ما ادري يمكن اتوقع تسمونها في ناس يسمونها ثريد في ناس يسمونها أتوقع تشريبه ثريد هو بالشمال من الشمال عندنا ولا والله ما ادري انا قمت اخورها